عرفيني عن حالك، احكي لنا هيك اسمك ومن وين. ما هدو مين بتحكوا، نحن من دير القمر. شو اسمك؟ سميرة. انا معجل حسين، تولد 1966، فلسطيني جنسية من سوريا. كيف تعرفت عليه؟ صدفة، اخته جارتنا. جد بالصدفة؟ ورايح اشتري من عندها قلابية لأختي وشفته وشافه سبحان الله صار نصيب. صدفة. 21 سنة. هلولي كيف حبيتها سميرة؟ قلت له كنت واقف على السطح، على سطح بيتنا، وسمعت شي هيك عم بيعن عزير عزير. عم ضميت واقف على السطح، طلعت هيك لقيت شي نازل من فوق، نازل من السما، استقيت انا. بعد شهر حكيت فيها جوال. السؤال هذا ما عجبني، انه بتقابلوا بعض؟ طبعا نص الثاني اكيد اخذت نص عمري. عقبال لك مالك؟ نعم، ما فكرتش. الحمد لله. ليش مش حبها؟ قربي كمان. اكثر شيء؟ اكثر شيء طيبتها. قلبها كبير. شو بدك اكثر منه؟ مشي 3 سنوات. جاني احتشاء عضلة قلب. ضمن الشغل لسكني وجع بظهري مباشرة من هون، وجع حاد يعني، وخنقة برقبتي، فحسيت زي اللي انقطع نفسي، فمباشرة أخذت حبة اسبرين أو حبة بنادول بالأحرى مع كاسة مي، وأخذوني إسعاف مباشرة. تتعب؟ شو وجع والله بيقول لمخلوق. بقول لك خنقه هون، بدي اغرس اصابيعي برقبتي هون هيك، عم نشد عليها بدي نشيلها. قديش صار لك عم تاخذ ادويه؟ انا الدكتور معن حداده من بلده برجه بشوف بجبل لبنان. تعرفت عن طريق الدكتور معن؟ هو إجا دلنا عليه؟ هو دلنا عليه، أول شيء هو دلنا عليه وإحنا كنت روح أتعالج عنده، وبعدين هو دلنا عليه، قال لي فيه مستوصف إمكانك تروح تتعامل معه، وأنا بداوم منك وبساعدك قد ما بقدر. أبو إياد إنسان مثل هالناس، حياة تعبته، ظلمته، ستريس، حرب، مشاكل، مرحلة ما قادر أشتري دوائي، كله هذا بيعمل تراكمات، هاي التراكمات عملت له أم آي، عملت له مشاكل، قدروا الأطباء أنقذوه، وفينا نقول نحن عايش على الدواء. شو بتطلب من العضلة؟ طلب منها تشفي لي هالمرة. سلام، بتقووا بعضكم؟ أكيد. شو بتطمحوا لبعدين؟ نموت سوا. هاي أمنية الرحيلة. أكثر من هيك لا.